بعمر 12 سنة بتقدر تطعن بحجمها وبعمرها؟ لا، ولا بتشكل أي خطر على أي إنسان، مش على جندي ومعه سلاحه تمنى شكل عليه خطر. طفل 12 سنة يعني تقبع في سجون الاحتلال الحرامي، إذا في التحقيق ضربوها، كيف أنا في المحاكم أعذبوا فيها؟ لما أشوف السلاسل في يديها وفي رجليها، كيف بدي أشعر يعني، كيف بدي أنا؟